وكذلك أيضا من فضائل الصلوات الخمس أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينها ما لم تغش الكبائر، يعني ما لم تفعل، فالصلوات الخمس تكفر الصغائر لكن الكبائر لا تكفرها. كذلك لو كان الإنسان ينزل ثوبه خيلا فإن هذا من كبائر الذنوب، فإنه لا يكفر عنه ذلك إذا صلى. إلى ما دون الكعب يعني أسفل من الكعب ولو لم يكن خيلاء فإنه من كبائر الذنوب فلا يغفر له بصلاته، لو صلى لا يغفر له هذا الفعل لأنه كبيرة.